الاطفال يافطه اللي بتتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف يهزوا ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. بان عليه شماعه معتبره. ده بان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برده وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه متشكلين اصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. تعال خد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمه ورده والشماعه. اما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله. ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف. وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه. وستاير وقيمه. الله 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 الله. جري يا ورده. منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد. قلتيها يا ورده. انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي. طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. يا ده اللي جابك البيت النجس ده. اللي بيطلعك هنا. انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا قلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي بكرسي بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستيتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك هيك هيك. ابوك بيهكرب. هيك ايه؟ هوبا. قال الشلال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ قال الشلال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو. ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا. راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميشو.
قلت له بلاش عقات. اديله اديله ثانية يا بت اديله يا ابني اديله ادش 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 خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبه لي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي برعي برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت صمت تام جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذه سوري انا اسف. انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج انا اسف. انت بتاع الدشه؟ ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ لا تقعد شوف شغل كده. مش هضربك بايدي ديه. لا بلاش دي بلاش. عشان دي ضربت العظماء. العظماء اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده محاشره؟ هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي بطاقه. اتفضل يا فندم. ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي خليني انا اعرفني بشغلي اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه؟ قناة الساموراي. ساموراي ايه ده؟ انا عندي شوية قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناة الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. إيه؟ اسمع كلامي. انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء الستة. ستة؟ ايوه. العظماء ستة ايه يا ابني؟ العظماء السبعة. الموزعين بتاعهم مات من شهر. انت مش متابع شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي. سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاه كده. يا اخ واحد الله واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين؟ يا عم ما تهدى بقى وفرتنا. دور على ريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على ريموت يلا. هو انت طبيعيه ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا الاثنين؟ ادور عليه فين؟ دور عليه هنا. حاضر انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك ما في ممكن تقوم لو سمحت؟ انا اقوم. اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود. أول. ما بقومش انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى اعتمد على نفسك. لف لف يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك طب بسيطه انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي بطاقتي معاك اهي. بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. ده نقاش. ده انت نقاش. ايوه في ايه نقاش بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ على هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. بس انا حضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون. ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي انتوا اصحاب الشقه مش انا. عايز الريموت ده. بصي الواد ده انا شكلي فيه. شكك في ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم هي مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ولا. ايه ده من الريموت اهو يا هوب يا هوب موت اهو. خد يلا موت اهو. اهرب اهرب وحياة امك وهسيبك بطاقتك معايا. الريموت 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 تعالى.